تصبر على أقدار الله، وقدر الله عليك مرض، فقر، ابتلاء، إيش تصنع؟ تصبر. والصبر مثل اسمه، مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبشر الصابرين وما يلقاه الذين صبروا وما يلقاه الذي حظ عظيم. الشيخ يدخل على المريض في المستشفى، تكسر والسيارة ذهبت والأولاد والزوجة ماتوا، فيدخل الأخ على المريض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأس، طهور إن شاء الله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله في قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله ويرضى وسلم، فيرضى وسلم، ويذكر الآيات والأحاديث مثل ذكرنا: من يهد الله به خيرا يصب منه، ويذكر هذا. كيف يخرج من عند المريض؟ المريض يحتسب الأجر عند الله، يسليه، صح؟ أما عندنا بعض الناس يدخل على المريض وش يقول؟ يقول: مسكين، ما تستاهل، وقطعت قلبي، وما باليد حيلة. أنا والله أعرف واحد مثل حالتك، خاصة في هذا المستشفى. هذه ليست مستشفى، هذا سفاح، هذا ليس بدكتور، وهذه مقبرة أصلا، ليست بمستشفى. والحكومة والله المستعان تتعب، والآن عندنا كذا وكذا، صح؟ كأن يقول له: تسخر، اعترض على قضاء القدر. عندي طالب من الطلاب قدم الجامعة وخرجت الأسماء وما قبل، قال: والله لم أنم ليلتي، طيلة الليل أتذكرك وأقرأ هذا الباب. يقول: إلى الصبح وأنا أبكي، ولكن الصبر مثل اسمه مر مذاقته. يقول: هنا جاء الصبح، صليت الفجر، يقول على الجامعة الإسلامية، ويقول: جيت عند القبول التسجيل، قلت أريد أقدم في السنة بعد هذه، بعد الأسماء. فهذا أخذ منه الأوراق ونظر فيها وكذا، طبق، أعطاه، قال: امشي. ليش؟ ما في قبول. مصيبة على المصيبة، يعني لا هذه السنة ولا السنة القادمة. قل: وأنا أتذكر. فقال: لماذا؟ ما اعترض إلى الآن، إلى الآن الحمد لله يعني ثابت. قال: لماذا؟ لماذا لا أقدم؟ قال: ما تستطيع تقدم، خلاص انتهى الموضوع. قال: لماذا؟ قال: إنك مقبول. قال: إيش؟ قال: مقبول. قال: كيف مقبول؟ خرج اسمك. قال: اسمك لم يخرج بالخطأ، فالحمد لله. ثمرة إخوان التوحيد، تصبر، تحتسب الأجر عند الله. لكن البعض ما يصبر، تسخط بلسانه، أوف، يلهوي، يسب، يلعن، يشتم، يكسر، صح؟ فحت بالسيارة، صحيح؟ كثير هذا. أو المهم، وبعض الناس ما يصبر، يرضى، هذا أعلى من الصبر. وبعض الناس يشكر عند المصيبة، هذا أعلى المراتب. عند المصيبة شاكر. كيف؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السجن، وطلبوا منه أن يكتب رسالة لأمه. شوف التوحيد الآن، تخيل الشيخ أنك شيخ إسلام وسجنوك ظلما، وأردت أن تكتب رسالة لأمك، إيش تقول؟ تقول: هؤلاء الحكام، المهم لا يسجل علينا شيئا، هذا الحكام فيهم ما فيهم، صح؟ صحيح، وأنه كذا، وأنا مظلوم، ادعي لي وربنا يفرجها، صح؟ ودمعتين. كتب بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما بعد، فما زلنا في ازدياد، وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد الأخرى، وقد فتح الله علينا بفتوحات، ولولا ما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير، وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير. هذا وين؟ ها؟ عندنا الناس ما هم مسجونين الآن ويتسخط، كيف لو سجن هذا؟ نصرع. لهذا قال شيخ الإسلام: المسجون من سجن عن ربه. هذا عرفت المسجون الآن؟
كتب رسالة لإخواني شيخ الإسلام من السجن، يعني هو في الصحيح مو ليس بإخواني، هؤلاء من طلاب شيخ الإسلام. في أول رسالة ماذا كتب؟ وأما بنعمة ربك فحدث. هذا وين؟ وعندنا كثير مو في السجن، هو يسب في الحكام، يسب في كذا. يا أخي رزقك من من؟ ها؟ من الله. موحد وتوكل على الحي الذي لا، هذا التوحيد. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. الرياء نسأل العافية والسلامة من الشرك الأصغر، يسير الرياء، وكثير الرياء شرك أكبر، من أخلاق أهل النفاق. سمي بهذا الاسم على التغليب، يعمل العمل حتى يراه الناس، أو يعمل عمل حتى يسمع به الناس. المهم، علاج الرياء ما هو؟ الأول التوحيد. لو تعلمت التوحيد، حققت تعلمت وعملت ودعوت واعتقدت، ما تبالي بأحد في دين الله، صح؟ اي نعم. الثاني تعلم الشرك، ومنه الرياء، تعلم انه شرك لذلك تحذر منه. طيب الثالث الدعاء، فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا. الثالث من علاج الرياء، احنا في الثاني، في الرابع. طيب الرابع عدم ترك العبادة خوفا من الرياء، لأن الشيطان إما يوقعك في باب الرياء أو ترك العبادة. الشيخ الآن يريد يصلي ركعتين أو يقرأ قرآن، وقال أخاف هؤلاء يمدحوني، ترك القرآن وقع في الشرك، ترك الرياء ودخل الشيطان في باب ثاني. تريد تعمل تعبد أعبد، ولا عليك بأحد، لا تبالي بأحد في دين الله، مفهوم؟ تمام. الخامس زيارة القبور، الزيارة الشرعية، صح أو خطأ؟ ها؟ لو ذهبت وزرت القبور زيارة شرعية، والله ما تفكر في الدنيا في الغالب، إلا نسأل العافية والسلامة في هذه الأزمنة، خلاص ماتت بعض القبور. والله في القديم ما تستطيع ترى قصاص أو يد مقطوعة أو رجل، صح؟ الآن يا رجل نتفرج كل شيء، صح؟ ولا شيء. وبعض الناس يشرب دخان حتى في القبور ويضحك ويمزح، صحيح؟ والله في القديم ما نستطيع القصاص. أيام كان عندنا بعض الأحيان في قصاص، تجد الناس يسقطوا يغمى عليه. اليوم لا، عاد طبيعي، كله يصور يا رجل، الآن كله تصوير. والله صدق ما تتبع القلوب، نسأل العافية والسلامة. نعم. إذن هذا الرياء، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابة من الرياء، إذن أنت من باب أول، ولا تفتح باب شر على نفسك. يعني الآن هذا الشيخ الآن لو فتح باب رياء ما قرأ هنا عندي، صح؟ ويقرأ بصوت جميل، قل ما أنا ما أبالي بهؤلاء، أقرأ أصلي بالناس وأعلم الناس أريد رضا الله، يأتيني الشيطان لا علي. لأن لو فتحنا باب الرياء لا يطلق اللحية ولا قصر الثوب ولا يطلب العلم ولا يصلي ولا يصوم، نسأل العافية والسلامة، يوصل الشيطان إلى أين؟ الشرك، كما أحد صلى ولا أحد علم، صح؟ لا تفتح هذا الباب، اغلقه، لا يوجد رياء عندي اصلا وانتهى الامر. يوجد بالعلاج، لكن هذا من علاج الرياء، اغلق هذا الباب ولا افتح الباب الثاني، ترك العمل خوفا من الرياء. نعم. الان ذكر باب خطير جدا، اخطر من باب الرياء. قد يرائي في صلاه، قد يرائي في عباده، يروح العمره وتصور ونزل دمعتين واستقبل الكعبة، المهم، وأصبح الحج والعمرة فيلم سينمائي. والله أخواننا كان عندي في رمضان، أسأل الله القبول لي ولكم، رمضان أنا أذكر لكم هذا بس حتى تعرفوا الموقف. والله يا شيخ أنا ما تمالكت نفسي، رمضان إحنا في العشر الأواخر أظن، الله أعلم،
وفي الفلبين، ودرسي بين صلاة العشاء والتراويح، يعني أفضل أوقات تقريبا تقول. جيت أول ما وصلت نزلت من السيارة، جاني واحد من الشباب الفلبيني، وأنا ظنيت يريد إيش؟ سؤال فتوى صح؟ قال بالله صورة. قلت لا، تركته، صعدت إلى المسجد. أول ما دخلت المسجد هم انتهوا، أنا صليت العشاء الخارج، هم ينتظروني، صلي العشاء انتظروا، وصلى انتظروا الدرس وبعدها صلاة التراويح. دخلت العالم في المسجد، كل واحد بالجوال اللي يصور، طق 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 طق. أول ما جلست أنا والله يا رجل طق طق تسمع بس طق. المهم أنا جلست، والله يا أخوانا أنا يعني الدرس ذهب عني، إيش أتكلم نسيت. هذا مترجم، قلت المترجم ترى ترجم كل ما أقول، خلاص يعني والله بعد. فقلت لهم أنا عندي سؤال، أنا مغني، أنا ممثل. يا أخوانا بديت أشك في نفسي، والله نحن الآن ليش جئنا؟ جئنا التصوير؟ لا مانع أن تسجل المحاضرة. هذا يعني الشيخ بن عثيمين رحمه الله من العلماء من يفتي بهذا من أجل نشر العلم. أما تعال صورة تذكار كذا، فأصبحت الآن المحاضرات والندوات والمشايخ للتصوير، شو يسموه هذا من يصور مع بعض؟ المهم سيلفي. وسألت واحد من الشباب يوم قلت إيش السيلفي؟ قال السيلفي هذا طق. أسهل ما يكون، أصبح الآن مشايخ عندنا لهذا، والله صدق أصبحنا التصوير. فقلت لهم أنا مغني ممثل، يعني لماذا قد يكون الطالب سببا لإفساد نية المعلم؟ ومن أنا مثلا جيت الصور إذا ما أتي انتهى الأمر. نعم الشيخ. المهم هذا الباب خطير، أخطر من باب الرياء. ما هو؟ قال قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أن يريد الدنيا بعمل الآخرة، يريد الدنيا بعمل كيف؟ أيام الاختبارات بعض الناس يصلي وما يصلي وما يسب وتصدق صح؟ ولا مخدرات ولا دخان ولا شيء، حتى تطلع النتيجة وخلاص، خطب سعاد وبدأ يصلي واستغفر أدعو الله يتصدق، حتى تخرج الموافقة ومع السلامة صحيح؟ وبعض الناس صلي بالناس، قال لا والله أخي الأوقاف وقفت المكافأة، قال السلام عليكم. كيف نعرف هذا يريد الدنيا بإيش؟ لأن المرائي قد يراه قلنا في إيش؟ في صلاة، لكن هذا لو كان إمام للناس ويصلي من أجر الراتب، إذا كل صلواته شرك. كيف نعرف أنه يريد الدنيا أو الآخرة؟ عندنا ضابط واحد، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. وأنت احكم على نفسك واحكم على غيرك. يوم يترضى على الأمير لأنه أعطاه الأمير وهذا وقت صرف مكافأة سنوية، ويوم يحصل كذا ولا كذا قال والله الحكومة وكذا، يدرس في الجامعة طيلة السنوات يمدح في الجامعة، إذا تخرج بدأ يصير في الجامعة، نعطي راضي وإن لم يعط. غضبك ورضاك يكون لمن؟ إذا كان للدنيا، باب من الشرك إرادة المرء بعمله الدنيا. يا أخي انتبه، لا تغضب وترضى إلا لله. عندنا في الدراسة جاني اثنين طلاب متخاصمين، تعرف مشاكل الطلاب ما تنتهي. فالمهم جاء طالب ثالث قال أنا حل الإشكال. قلت تفضل، تعرف إشكال الطلاب ما ينتهي. وجاني هذا طالب كبير في السن قال أنا حل الإشكال بين الطلاب. فقال من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. حل الإشكال صح؟ أي والله خوارج عندنا في هذه الأيام، في كل وقت الخوارج، الغضب والرضا أجر الدنيا، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فرعون ذكي، عرف أنه ما يريد المال فقط، يريد المال وإيش؟ منصب صح؟ لذلك اليوم يقتل
خاله وخالته والده وعمه بسبب يعطوه منصب. قال انت امير الحجاز والشام يا رجل، هو ما عنده وظيفه اصلا، ما هو متعلم، ما عنده ابتدائي. فيضحك عليه قال انت امير، امير ايش؟ ونعطيك من الحوض العين 10. طب ايش تصنع؟ قال اذبح، اذبح اللي تريد. والله من جد اخوان، الغضب والرضا من اجل الدنيا. نعم، اذا هذا الباب خطير جدا. نعم، كيف نعرف ان اعطي رضي الله اعطى سخط؟ نعم. قال: باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم اربابا. اتخذهم اربابا لانهم يعني لانه قدم طاعه هؤلاء على طاعه، لا طاعه لمخلوق في معصيه. اذا اعتقد ان حكم الله لا يصلح، او حكم فلان من الناس او القوانين او الطواغيت اعتقد احسن من حكم الله، هذا كافر كفر اكبر. لكن ان اعتقد حكم الله يجب ان يطبق وقدم حكم القوانين لحب الدنيا مثلا، هذا كفر دون كفر، كفر اصغر على خطر عظيم، لكن لا يخرج من المله. نعم. قال: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. هذا أراد أن يبين لك الإيمان الصادق والإيمان الكاذب. كيف تعرف الإيمان الصادق والكاذب؟ مو حال السراء، حال الشدة. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إليك عني. ثم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بعده قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هناك الصبر، ما هنا لا. واقدح زناد من شئت، يقول ابن القيم. إن هذا إذا غضب كيف تعرف أنه حليم؟ تضربه الآن وترى إيش يصنع. مفهوم؟ أنت لا تنظر له، لا تنظر إليه حال الشدة إيش يصنع. لابد التوحيد، يحقق التوحيد في السراء في الضراء. فهذا عند القضية، عند التخاصم خصومة إيش يصنع؟ يحكم الشريعة. هذا أخذ من هذا، ما ذهب هذا القاضي قال أريد حقي. قاضي قال بينة، قال ما عندي بينة. فالقاضي يقول هذا امشي، هذا يرضى ولا لا؟ حكم شرعي يرضى ولا بد. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت سلموا تسليما. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. فانت الان عند التحكيم حكم الشريعه. ظالم ظالم، حكم القاضي عليه انه ظالم، يقول رضيت بحكم الله سبحانه وتعالى، ما يقول نذهب لفلان أو علان. هذا تفسير الإيمان الصادق والإيمان الكاذب. أبو مسعود، غير ابن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين، هذا أبو مسعود يقول: كنت أضرب غلاما لي يضرب على وجهي، فسمعت صوتا من خلفي، يقول: لله أقدر عليك من قدرتك على هذا. يا الله، يذكر بمن؟ التفت، من اللي يذكر؟ فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بالله، واللي يذكر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. خلاص انتهينا. فوق تحكيم الشريعة. اليوم تقول لي بعض الناس اتق الله، قال يا خليك، صح؟ اي نعم، اخذته العزة بالإثم. الجارية تصب على سيدها، تصب له الماء، سقط الإناء وانكسر على يد السيد وانجرح السيد. خافت الجارية قد تقتل، جارية مملوكة ضعيفة، انتبهت فقالت لسيدها، قالت: يا سيدي، يقول الله: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. خلاص ذكرت بمن؟ موحد. خافت
وغدا ننتقل. فخالد يقول الله سبحانه وتعالى والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت ويقول والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة. قوم إذا ذكروا بالله تذكروا، هذا الموحد. بعض الناس متخاصم مع أخي تقول له يا أخي خلاص، قال لا يا أخي اتق الله، قال لا يا أخي كذا، قال لا صح صحيح، وقال أنا طالب علم ولا كذا. يذكر الإنسان بالله يقول لك كذا وخلاص. المهم نمشي يا طولك. قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، هذا باب مستقل الآن، انتهى من أعمال القلوب، دخل في قسم جديد وهو أن نؤمن بأسماء الله والصفات. أنت ليس لك إلا أن تقول آمن صدق سلمت أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. أثبت كل ما أثبت الله لنفسه، أثبت له أثبت وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقام في كل ما نفى الله عن نفسه نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. آمنت صدقت سلمت، لا تسأل لا تقول كيف، قل الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يمكن الخالق الكامل يماثل مخلوقا الأرض، وانتهى الأمر. نعم. قال باب قليلة الآن دخل في أطول قسم والمناهي اللفظية الفاظ الشركية، وهذا يعني كثير جدا ومن حق المؤلف أن يطيل في هذا الكلام، لكن ركز على الشرك الأصغر لأنه خفي، ركز على كفر النعمة من الشرك الأصغر، وقليل من عبادي الشكور. نعم. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرف النعمة أن من عند الله، ينكرها كيف؟ باللسان. من أين لك هذا؟ قال هذا مالي ورثت عن آبائي وأجدادي بعرق جبيني بكدي بجدي واجتهادي، نحن أشراف، نحن آل البيت، نحن كويتيين مثلا، أتزعل مني. نعم يقولها نحن غنى، أنتم يعني ممكن، نحن أشراف. هذا كله كفر للنعم.